السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعينا على اليوتيوب. مصر حبيبتي إن شاء الله هي وإنتم. في هذا الشهر المبارك هنسافر لكل دولة عربية ونعرض بعض الأشياء منها. أول دولة هنروح لها إن شاء الله سبحانه وتعالى هي دولة العراق الحبيبة، وهنتكلم عن الحضارة السومرية، هنكلمكم عن ملكة الجمال والأناقة الملكة بوئبي أو الملكة شبعاد، وهي ملكة سومرية اشتهرت باسم ملكة الجمال والأناقة. عرفت هذه الملكة السومرية بجمالها وأناقتها، فقد اختارت شبعاد بنفسها كل أدواتها، سواء كانت أدوات للزينة أو أدوات للمائدة. اكتشف وولي هذه المقبرة عام 1922 ل 1933، حيث اكتشف أولا القبر المرقم 789 العائد إلى أباركي الملك أباركي، ومن بعده القبر الملاصق له رقم 800 والعائد إلى الملكة بوئبي شبعاد. هنقول وفسر وولي هذه الظاهرة ازاي؟ بعد ما نقول كلمة مهمة، إن الدول العربية لها جذور في الحضارة ضاربة آلاف السنين. آلاف السنين زي مين؟ زي مصر، وزي مين كمان؟ زي العراق، وزي معظم الدول العربية. كل الدول العربية كان لها تاريخ عريق. اليوم النهاردة الملكة دي من العراق زي ما قلنا. هنبتدي أنا وحبيبي إبراهيم. قد فسر العالم ويلي هذه الظاهرة بأن الملكة بوئبي بدفع حبها لزوجها الملك أباركي أوصت أن تدفن بالقرب منه بعد موتها. ولهذا السبب نشاهد القبرين 789 و800 متلاصقين. كان عمرها أثناء وفاتها يقدر ب40 سنة. لم تذكر المصادر التاريخية أي من هذا. وجدت ممددة على السرير من الخشب ومعها وصيفتان، الأولى قرب رأسها والثانية عند قدميها. وكانت الملكة بوئبي أو شبعاد بترتدي فوق ملابسها ثوبا قصيرا لحد الخصر، وهي عبارة عن سلاسل من الخرز المصنوع من الذهب والفضة والأحجار الكريمة. وكانت هذه السلاسل تنتظم بخيوط وتتصل بتوق حول العنق، ثم تتدلى هذه الخيوط على الأكتاف. أما الأقراط التي تلبسها في أذنيها فهي أقراط هلالية الشكل وكبيرة الحجم، وكانت غير مسبوقة في جميع الحلى والجماليات في السابق. كما وجد في قبرها ثلاث أختام أسطوانية من اللازورد تحمل إحداها اسمها ولقبها الملكة بوئبي، والتي كانت تتمتع بمركز رفيع، ولذلك دفن معها 59 شخصا وكميات كبيرة من الحاجيات والثمينة والعربات والأدوات. المرجح أن هي التي اختارت أدوات زينتها وأدوات المائدة، ولا يستبعد كونها هي التي أشارت على صناع المهرة أن يصنع لها إكليل الرأس النادر الذي لم يشاهد من قبل في العهود السومرية السابقة عند النساء اللواتي سبقت بوئبي أو شبعاد. هذا الإكليل من الذهب الخالص الذي شكل أوراق الصفصاف أو أوراق شجر الزان المزخرف بالذهب، وقد ارتفعت فوقه ثلاثة زهور تبدأ من مؤخرة الإكليل الخلفية وتنحني حركة الخطوط الثلاثة برقة مشكلة نصف أقواس تتطاول فيها الأدوار الثلاثة. إن هذا الإكليل كان يضفي مهابة وإجلال للملكة شبعاد. كما دفن معها كميات كبيرة من الحاجيات ثمينة جدا والعربات والأدوات، وكانت الموسيقى منتشرة ومنظمة في الدويلات السومرية، وخاصة أور والتي كانت بها بوئبي، وتكاد تكون من تكوينات الوظائف التي كانت قائمة أنذاك في الدولة السومرية.
فكان هناك المنشدون الخاضعون إلى إدارة المعبد، وهي وظيفة يتوارثها الموسيقيون والمغنون، ويقسم إلى كالا وهو المتخصص في إنشاد الأغاني الدينية الحزينة، ونار وهو متخصص في إنشاد الأغاني الدنيوية وخاصة في الأفراح مثل أعياد طقس الزواج المقدس. وهناك فرق خاصة بالقصر فيها نساء عازفات إلى جانب الرجال الذين ينشدون الموسيقى والترانيم للملك والملكة. وكان بعض الملوك يشجع الموسيقى بشكل ملفت للنظر مثل الملك شولكي صاحب الذوق الموسيقي الرفيع، حيث كان يجير الفرق ويجيزها على الآلات الموسيقية وأثمانها، وأنه كان يريد القراءة والكتابة. وكان هناك نساء عازفات ماهرات، فلا يستبعد أن تنتقل الوصيفات إلى هيكل الملكة ومعهن القيثارات، خاصة قيثارة أور الكبيرة الدقيقة الصنع والتي وجدت منتصبة في أرض المدفن بحوالي 120 سنتيمتر. كانت الملك شبعاد ملكة سومرية ولها اسم آخر وهو بيؤبي، لها شهرة واسعة لم تحظى بها امرأة سومرية أخرى، وكان ذلك على ما يبدو لما تتمتع به من ذوق رفيع باختيار الأدوات الدقيقة الصنع والتي صنعها لها فنانون مهتمون بهذه الصناعة الذهبية والأحجار الثمينة الأخرى. وهذا يكشف لنا عن المستوى الفني الذي وصل إليه هؤلاء الفنانون، وذلك في عصر السلالة السومرية الثانية ونهاية العصر السومري الحديث. وقد علق لاندري بارو عن حلقة عنان الحصان والتي عثر عليها في المقبرة الملكية قائلا: هذه القطعة من المقبرة الملكية في أور ليست سوى مثال بين العديد من هذه النتاجات، والتي توضح لنا كيف أن الفنانين السومريين كانوا من الفنانين العظماء القدامى. ففي النصف الأول للألف الثالث قبل الميلاد لا تستطيع الكثير من الدول أن تتباهى بمثل هذه الوفرة من النتاجات الفنية التي نفذت بمثل هذه الصفة الكاملة. وبهذا تشترك العراق مع مصر في تلك الوفرة من النتاجات الفنية الرائعة. وقد اخترت بوئبي شبعاد بنفسها أدوات المائدة النقية الأنيقة من أرقى المعادن وهو الذهب. ولن ننسى إنسابية التعرجات الموجودة في كأسها، وهذا الكأس الذي ينتهي بخطوط قوسية وبقاعدة دائرية مملوءة بفراغها بظهرة تسد هذا الفراغ المدور، كما اختارت القلائد التي خرزتها من الذهب والفضة ومختلف الأحجار الكريمة، وهي تعتبر من النفائس الفريدة التي وجدت في المقبرة، وكذلك شرائط ذهبية وزهور تعتبر من زينات الرأس البديعة، حتى علبة الزينة اختارتها بعناية فائقة من الذهب وكذلك الملاقط. ولم يقف هؤلاء الصناع عاجزين عن أي صناعة أكثر تعقيدا، لقد اهتمت هذه المرأة بجمالها وزينتها بما لم تسبقها امرأة في كل العهود السومرية، وقدمت أشياء إبداعية وتضفي على المرأة جمالا وأبهة وتعطيها رقة نادرة.